Hello, my students. My name is Dr. Marwa Stawi, and this is my channel with the name of Dr. Marwa Stawi from Chemistry and Science. I am graduated from Faculty of Science with total grade excellent of honors, and I have a doctoral degree in biochemistry. We will study science and chemistry together in a fun way. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel to reach to a large number of students to learn everything about science and chemistry for all grades, primary, preparatory, secondary levels. Thank you for watching. Today we will talk about exercises on lesson 2. In the previous video يا ولاد كنا بنتكلم عن الاكسرسايزز اون ليسون 2 وقفنا عند صفحة 107 وقلنا ان شاء الله نكمل المرة الجاية جيب ريزونز. النهاردة نبدأ كده مع بعض في الجيب ريزونز يا ولاد. السؤال ده مهم جدا لازم نركز فيه، محتاج ان احنا نكون فاهمين كويس جدا. ما بحبش الحفظ، بحب ان احنا نكون فاهمين ونعبر حتى لو اختلفت الطريقة، بس المعنى واحد، بس اهم حاجة تجيب لي نفس المعنى. تمام يا ولاد. Number one، animals that live in hot regions become active at night، يعني ليه الحيوانات اللي بتعيش في الاماكن الحارة بتبقى نشطة بالليل؟ يبقى الانسر بتاعتي يا ولاد because the weather become cool at night، عشان الجو بيكون بارد بالليل. سهلة كده، يعني هو ليه ما بيعيش في ال ليه ما بيبقاش اكتب الصبح؟ لان الجو بيبقى حر. طب ليه هو اكتب بالليل؟ لان بالليل الجو بيبقى بارد. خلاص يا ولاد، يبقى because the weather become cool at night. طيب number 2، owls have owl shaped faces. ليه الاولز يا ولاد have owl shaped faces؟ يعني عندها وجه شبه الوعاء. احنا قلنا علشان يعني تلقط الاصوات to pick up or direct distant sounds، يعني ممكن اقول to direct distant sounds او to pick up distant sounds، يعني عشان تلتقط الاصوات البعيدة بودنها يا ولاد. يبقى to direct distant sounds into the owl's ears، عن طريق أذنيها. ماشي. طيب نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده. ايه bats can catch insects in the dark؟ ليه يا ولاد الباتس اللي هي الخفافيش can catch يعني تمسك الحشرات in the dark بالليل؟ because bats depends on echolocation، لان هو ما بيعتمدش على الرؤية. الخفافيش بتعتمد على خاصية الإيكولوجيشن، the propriety of echolocation to find its birds at night، عشان تجد الفرائس بتاعتها بالليل. يبقى هقوله كده because that depends on echolocation to find its birds at night. طيب number 4، owl is a nocturnal animal. ليه الأول يا وليد بتكون حيوان أو كائنات ليلية أو حيوانات ليلية؟ because it becomes active at night، لأن هي بتكون نشطة بالليل. تمام. number 5، the Egyptian جربوة can jump for long distance، يعني ليه الجربوة بينط أو يقفز for long distance لمسافات طويلة؟ because it has long the hind legs، because عشان عنده أرجل خلفية طويلة. يبقى it because it has long the hind legs، عشان كده يا ولاد بيقفز لمسافات طويلة. طيب the presence of hair on the Egyptian jerk was deep and close، يعني ليه بتظهر بيظهر شعر على قدم وأصابع الجربوة؟ to help it catch sand when it jumps، احنا قلنا علشان يمسك الرمل كويس لما بيجي
يقصد. يبقى to help it catch sand with its jumps. اكتب الكلام ده عندك وركز وتبقى فاهم كويس قوي معنى الكلام، معنى السؤال، واعرف اجاوب بطريقتي وادي نفس المعنى. ماشي يا ولاد؟ طيب The Egyptian gerb was ears play a very important role in its survival. يعني ليه الأذن بتاعت الجربوة عند يعني play an important role، يعني بتلعب دور مهم جدا في البقاء. Because it has large and sensitive ears so it can detect even a quiet snack. يعني ان هي لان هي عندها اذنيها بتكون سنسيتيف حساسه وكبيره سو ات كان ديتكت ايفن ا كوايت سناك، يعني تقدر ان هي تلقط اي سناك جنبها بيكون هادي كده وصوته خافت، اي تعبان ماشي جنبها هادي كده هي هتسمعه لان هي عندها لونج اند سنسيتيف ايرز. تمام ده كده بالنسبة لنمبر 7. طيب what happens if، يعني ماذا يحدث لو cats lose the ability to hear by using echolocation property. لو الخفافيش افتقدت القدرة ان هي تسمع باستخدام الايكولوكيشن، خاصية الايكولوكيشن يا ولاد صدى الصوت. they can't hunt at night، هي مش هتعرف تشوف بالليل، تشوف الفريسة يعني شوية مش هتعرف تصطاد الفريسة بالليل. تمام؟ لأن هي بتسمع بس ما بتشوفش، هي بتستخدم حاسة الهيرنج في الإيكولوكيشن بروبرتي. يبقى دي كان تهان at night، مش هيعرفوا يصطادوا بالليل. طيب always can turn their heads in all directions، لو البومة ما عرفتش ان هي تحرك راسها في كل الاتجاهات ايه اللي يحصل يا ولاد؟ برافو عليك. دي كان تسيرش زير بيرز افري وير بات ان وان دايركشن اونلي، يعني مش هتعرف تبحث عن الفرائس بتاعتها في كل مكان ولكن هتبحث عنها في مكان واحد بس، ان وان دايركشن في اتجاه واحد بس. دي كان تسيرش زير بيرز افري وير بات ان وان دايركشن اونلي. نمبر 3 ايه اللي يحصل لو your hand touches the spines of a barbaric plant، نبات البربري اللي بيبقى عليه أشواك، لما ايدي بتيجي تلمسها ايه اللي هيحصل لايدي؟ the hand will move quickly away. بقول كده يا ولاد the hand will move quickly away in less than one second، في اقل من ايه يا ولاد؟ من one second. يبقى the hand will move quickly away in less than one second، يعني ايديا هتبعد بسرعة في أقل من ثانية واحدة. The Egyptian gerbwa hears a snake moves towards it. ايه اللي يحصل لو الجربوة سمع صوت التعبان جاي ناحيته هيعمل ايه؟ it hops in the zigzag pattern، يعني هينط في صورة زجزاج. يبقى it hops in zigzag pattern so it can escape quickly from danger. So it can escape quickly from danger، يعني هو هيهرب بسرعة من الخطر. look at the opposite figures. Look at the opposite figure then answer the questions below. What does the figure represent؟ الصورة دي يا ولاد الشكل ده قدامنا، عايزين نعرف رقم واحد يعني متصلة بمين. رقم واحد فيهم ونمبر 1 هتبقى the nervous system، الجهاز ده كله كده على بعضه اسمه nervous system. label the figure نمبر 1 هتبقى البرين، طبعا ده المخ يا ولاد. نمبر 2 هتبقى السباينال كورد. نمبر 3 اللي هي الاعصاب النيرفس. نمبر 3 تبقى النيرفس، يبقى برين سباينال كورد نيرفس.
وده اصلا بيوضح ايه الصوره دي يا ولاد، بتوضح النيرفس سيستم. تمام كده. كومبليت نمبر 2. نمبر 2 ليه انا اخترت 2 يا ولاد؟ هنا بيقول لي نمبر كام is found inside the backbone، ايه اللي بيبقى موجود في الباك بون of the human body، في جسم الانسان. احنا قلنا الباك بون هيبقى ايه؟ the spinal cord. اول ما نشوف كلمة الباك بون يبقى spinal cord على طول، يبقى نمبر 2 spinal cord. طيب نمبر كام represents the main control center in the human body؟ احنا قلنا برضو كلمة the main control center يبقى دي على طول البرين، على طول من غير ما افكر. نمبر 1. نمبر كام spreads all around the human body parts، بتنتشر حول الجسم كله او كل اجزاء الجسم، يبقى نمبر 3. نمبر 3 اللي هي النيرفس يا ولاد، يبقى نمبر 3. نركز مع بعض وما نروحش بعيد يا ولاد. Arrange the following sentence according to a healthy body part of Egyptian Jaguar act to avoid danger. يعني بيشتغلوا ان هما يأفويد danger، يتجنبوا الخطر. يبقى the brain arts the gerbil legs to start moving. The brain arts the gerbil legs to start موجود. يبقى نمبر كام يا ولاد؟ لسه احنا عايزين نرتب بس الاشكال الحاجات دي كلها، فاحنا هنفكر في واحده واحده. سابرين بروسيسد، يبقى اول حاجه بينبه، ثاني حاجه البروسيسد بيترجم، مديني بقى ثالث حاجه ايه؟ هير ذا اسناك موفينج توردز ات. يبقى اول حاجه الشربوه هتحس الاول او هتسمع صوت السناك وهو جاي ناحيته، يبقى دي نمبر 1. يبقى دي نمبر ايه يا ولاد؟ 1. نمبر 2 ذا سنسوري ريسبتورز، زي ما احنا قلنا ذا سنسوري ريسبتورز ذات فاوند ان جاكوات ايرز سيند ا مسج تو ذا برين، بتوصل رسالة للبرين. احنا قلنا يبقى دي نمبر 2. يبقى اول حاجة اسمع الاول، ثاني حاجة sensory receptors بتاعت sensory organs بتشتغل، ثالث حاجة البرين، قلنا البرين هياخد السيجنالز دي ويعمل لها بروسيس بيترجم المسج telling there is a danger عشان يعرفنا ان في هنا خطر، يبقى ده نمبر 3. طيب the brain alerts، يبدا البرين بقى ينبه رجل الجربة علشان تبدا تتحرك، يبقى دي نمبر كام؟ نمبر 4. طيب نمبر 5 بقى تشير بوت، تبدا بقى تتحرك، يعني هو المخ بينبهها الاول بعد كده تبدا تتحرك. يبقى ذا جيربوا جامبس ان ذا باك باسس تو ران اواي فروم دانجر، يبقى ده نمبر 5. وبكده نكون خلصنا الاكسرسايزز اون ليسون 2 يا ولاد، وذاكروا كويس، والاسئله مهمه جدا، ومهم جدا ان احنا نتدرب على الاسئله كتير يا اولاد. وعشان اللي انا شفته في امتحاناتكم ده ما كانش عاجبني، بالذات في الجيت هيتونز والوات هابن، يبقى محتاجين نركز بس في الفيديو بتاع النهارده، نركز جدا. انا عامله لكم الفيديو ده مخصوص عشان ما تتلخبطوش، عامله لكم الفيديو ده بالذات يا اولاد عشان ما تتلخبطوش تاني في جيب ريزون وفي الوات هابن، لان هما اسئله مهمه وبتيجي. ربنا معاكم يا اولاد، وذاكروا كويس، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله المره الجايه، وندخل في الليسون الجديد. باي باي.